مسجد الملك فهد أو المركز الثقافي الإسلامي في مدريد. الجو حقيقة خيال أوروبي هتان، مو بأمطار هتان حقيقة. الحين تقريبا الساعة 3:30 العصر وما شفنا الشمس على فكرة لنا أكثر من 4 أيام تقريبا. احنا قررنا نروح لهالمسجد ده على أساس نصلي إن شاء الله المغرب والعشاء ونتعشى فيه. سمعنا إنه في مطاعم أكلها حلال يعني، والله يتقبل منه.